سجل سجل ناصر محمدوه، سجل قائد منتخب اليمن. ضع يا ايها التاريخ في خانتك بانه يسجل هدف ثالث للاحمر اليماني بالراس، الثامنه اخيرا يستغلها الاحمر ويسجل من خلالها ثالث اهداف في المباراه، ويجعل من النتيجه ثلاثه اهداف مقابل لا شيء. القلب حاضر، القلب موجود، والطموحات حاضرة، والأمنيات المستقبلية بأن تكون الأمور في الأفضل. هكذا هي من خلال مباراة الليلة. لدينا تغيير، لدينا تغيير. عنان غادر أرضية الملعب، وبوتشي، حي الله بوتشي. محمد أحمد مهدي الشهير ببوتشي حاضر في أرضية الملعب، واحد من أصغر اللاعبين في المنتخب اليمني، كان مع منتخب الناشئين مع المدرب الحاضر في الدوحة هنا لدورة تدريبية في الاتحاد القطري لكرة القدم الكابتن محمد النفع. موجود بوتشي، تلعب الكرة الداحي، ثلاثية من الأهداف الحمراء الجميلة التي تصر الناظر المتابع اليمني من خلال مباراة الليلة بأداء جميل جدا في نهاية المشوار. هكذا هو المشوار تقييميا، هناك من هو أقوى منك، هناك من هو يساويك في المقدار، وهناك من هو أقل منك. تحتاج لكي تصل إلى الفرق الأقوى في القارة عليك أن تستعد بشكل دائم، عليك أن تستعد دائما، عليك أن تجعل حياتك أسلوب عمل، أسلوب لعب كرة قدم. عماد الجديمة أسلوب الليلة هو التسديد، كرته تذهب إلى خارج الملعب. عماد قام يسمع كلام الجماهير حين يسدد. وانا لدينا منيف جسار يغادر، والبديل هو حسين احمد سالم. هذا منيف غادر ارضية الملعب، ولدينا حسين احمد سالم في ارضية الملعب بالرقم 20. يعني يكون اسلوب حياة، عليك ان تبتعد من الكثير من العادات السلبية التي يقع بها اللاعب اليمني، بين قوسين القات والسهر. يعني هذه امور اكيد اللاعب اليمني دائما عليه ان يبتعد عنها بشكل كبير جدا، لين يعد نفسه اداه بدني، لين يستعد دائما، لين تكون حياته حياه الرياضي.